السلام عليكم. زار صبيحة اليوم وزير السكن والعمران سيد محمد طارق العريبي، زار إذن ملعب نيلسون مانديلا، ووقف على كل التجهيزات، يعني كل الجوانب تاع التجهيزات، سويعات قبل بداية المقابلة نتاع التحضيرية نتاع الفرق المحلية إذن مع الغانا. و يعني تظهر صور رائعة لهذا الملعب، خاصة بعد ما تم يعني التحضيرات نتاع الألواح الإلكترونية هذه، وداروا التجارب، يعني زادت يعني هذا الألوان يعني الضوئية زادت من بهاء وجمال هذا الملعب العالمي. نخليكم تتابعوا الصور نتاع هذه الزيارة ومختلف الجوانب نتاع هذا الملعب في هذا الفيديو الرائع. والسلام عليكم.